الملتقى الثاني عن المقابر الجماعية في العراق لتوثيق جرائم التطرف والانتهاكات ضد حقوق الإنسان جاء هذه المرة بالتعاون مع كرسي اليونسكو لحوار الأديان في جامعة الكوفة، حيث عقد المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف التابع للعتبة العباسية الملتقى بمشاركة مختصين وباحثين في الشأن. موضوعة المقابر الجماعية هي اليوم تمثل واقع مؤتمر الذي تقيمه العتبة العباسية قسم توثيق الجرائم، وبالتعاون مع كرسي اليونسكو جامعة الكوفة وجامعة الملة من محافظة أربيل. الحاضرون في الملتقى دعوا الجهات الحكومية المختصة لبذل مزيد من الجهود في عمليات التنقيب والتحري عن رفات الضحايا والمفقودين. اليوم الحوارية الثانية أو في موضوع توثيق المقابر الجماعية ما بين التنقيب والتوثيق والرأي العام. حقيقة هذه الخطوات المباركة حتى لا يضيع دماء هذه الشهداء. وتعتبر هذه الندوة ضمن النشاطات الفكرية والعلمية التي يقوم بها المركز العراقي في الانفتاح على المؤسسات البحثية لتوثيق جرائم التطرف. كان هناك نوع من الظلم وكان نوع من الإبعاد والإقصاء للمثقفين والمفكرين وأصحاب القرار، فلذلك طمست معالم هؤلاء. اليوم نبحث عن معالمهم من خلال أجسادهم، من خلال أجسادهم التي بقيت تحت التراب. نحتاج إلى تنقيب فاعل وواقعي. وعلى الرغم من كثرة المؤتمرات والندوات التي تقام في العراق، إلا أن ما ميز هذا الملتقى جمعه لأغلب المعنيين بتوثيق جرائم التطرف لتبادل الخبرات حول المناهج والآليات الحديثة في توثيقها.